السلام عليكم، مرحبا بجميع الأصدقاء، مرحبا بجميع المتتبعين. اليوم إن شاء الله أجيب عن سؤال الأخ طه الذي يسأل عن التغذية المناسبة لممارس الكيك بوكسينج. بالتأكيد يلعب النظام الغذائي المتوازن والصحي دور مهم في تعزيز الأداء الرياضي، والرياضيون الذين لا يقومون بتناول سعرات حرارية يعني كافية ولا يحصلون على الطاقة الكافية، أو الذين لا يحصلون على التغذية المتوازنة الشاملة لكافة المجموعات الغذائية من بروتين من كربوهيدرات من دهون إلى غير ذلك، هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بفقدان الوزن ونقص في المعادن والفيتامينات، والتي بدورها تسبب للممارس الإرهاق والتعب سواء أثناء الرياضة أو بعد الرياضة. إذا كنت ترغب في الحفاظ على اللياقة البدنية العالية لممارس كيك بوكسينج، فإنك تحتاج في كل ساعة لسعرة حرارية واحدة لكل كيلو من وزنك. مثلا إذا كنت تزن 60 كيلوغرام، فأنت تحتاج في كل ساعة إلى 60 سعرة حرارية. هذا لا يعني أنك يجب أن تأكل في كل ساعة، لكن اجمع ما تحتاجه من السعرات الحرارية ووزع ذلك على نوعية غذائك خلال الوجبات المعروفة. وإذا كنت تبذل يعني جهدا كبيرا أثناء التمارين الرياضية، فيجب أن تتناول أغذية متنوعة وتحتوي على سعرات حرارية عالية، مثلا التين والتمر في كل 100 جرام فأنت تحصل على 227 سعرة حرارية، الأفوكا 100 جرام تعطي 196 سعرة حرارية، 100 جرام زيت الزيتون تعطيك 900 سعرة حرارية، اللوز 100 جرام 643 سعرة حرارية، وهكذا تحاول أن تجمع السعرات الحرارية العالية. وكلما زاد المجهود كلما تزيد من تناول سعرات حرارية أعلى. إن شاء الله فيما بعد أحاول أن أقوم ببرنامج أجمع فيه التغذية المتوازنة والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية وأقدمها للمشاهد. هذا فيما يخص سؤالك أخي طه، وأنا أعتذر عن بعض الأسئلة التي تأخرت في الإجابة عنها. إن شاء الله أجيب كل واحد في فيديو إن شاء الله، وإلى حلقة مقبلة.